بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم احبائي المشاهدين. معكم حسين بديني في اللقاء الثاني مع اخر رجال المحترمين في الجيش المصري. حظ ظابط احمد لسه موجود معايا، او بمعنى صح انا لسه موجود عنده. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا. المره اللي فاتت كنا وقفنا عند تداول افلام اباحيه ورقص في الوحدات العسكريه في الجيش المصري، وان العساكر بيقضوا قدامها معظم وقتهم تقريبا. المره دي عايزين نناقش ما يقال ان هناك تداول اخر للمخدرات وللاقراص المخدره اللي هي البرشام، يعني ترامادول وما شابهه، يعني في الجيش المصري. هل عندك معلومات عن الموضوع ده؟ فعلا الكلام ده حقيقي، فعلا بيتم تداول المخدرات، والامر ده سهل جدا 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 عندنا في الوحدات، خاصه في الاماكن اللي احنا كنا بنخدم فيها، لانها كلها اماكن صحراويه والعرب معانا، وحضرتك زي ما انت عارف يعني ان العرب معاهم الحاجات دي سهله جدا جدا، ووصولهم مع المخدرات كانت بتبقى سهله جدا جدا، فعشان كده كان بيبقى الطريقه يسيره جدا ان احنا نقدر ان احنا نحصل على المخدرات ديت، او زمايلي بالظبط اللي هم بيشربهم انهم يقدروا يحصلوا على المخدرات. فكانوا بيبعتوا بعض العساكر. مين اللي كان بيبعت؟ زمايلي. انا كنت ببقى قاعد الزباط. ظباط والقادة كمان. أنا كنت قاعد مرة عند العقيد قائد وحدتي، وبعت عسكري قدامي قال له روح تروح المحل الفلاني تديله الفلوس وقول له بقول لك العقيد فلان أنا عايز كذا. كان بيروح يشتري منين بقى؟ عندنا احنا منطقة قريبة مننا اسمها جيف جافا. جيف جافا. اوكي، دي فين بالظبط؟ مش دي قبل المليز تقريبا؟ هي جنب المليز. عندنا في اخر المنطقه العسكريه من المليز كده جنب المطار، هي المنطقه سمت المليز يعني عشان فيها مطار المليز، جنب مطار المليز. اوكي، ده كان سوبر ماركت ده ولا هو سوبر حلاقة ماركت؟ ولا لا لا، هو سوبر ماركت بيبيع المستلزمات اللي احنا بنروح نجيبها منها، طماطم خضروات والكلام ده. شكله العام سوبر ماركت. انت اول ما تدخل هتلاقي فيه باب تاني مفتوح كده على جوه، هو بياخده جوه والمخزن بتاعه جوه، فلو اي حد عايز يعني. هو اسمه عبد الباسط. عبد الباسط. رساله الى ضباط الجيش في مختلف ربوع مصر، اللي عايز يشتري مخدرات او اقراص مخدره يروح لعبد الباسط في سوبر ماركت جنب منطقه اسمها جيف جافا عشان يشتري منها. قلت لي قيادات الجيش او قيادات الوحدات كانت هي اللي بتبعت العساكر. طبعا ده امر يسير جدا ان هو يبعت عسكري، هو كان بيدي العسكري الفلوس لانه طبعا ما قدرش يروح بنفسه. طبعا يعني عقيد ولا عميد قائد الوحدة مش هروح يشتري المخدرات بنفسه، فبيبعت العسكري الغلبان وكان بيدفعله فلوس، مش كده ولا؟ طبعا لا، ما بياخدهاش ببلاش. لا يعني ما بياخدهاش مثلا مقابل سلاح، ما بياخدهاش مقابل حاجة تانية. كل شيء جايز يعني في المستنقع اللي الجيش المصري فيه كل شيء جايز. لا انا ما شفتش بعناية حاجة بسلاح والكلام ده، وكان كل الموضوع كان فلوس بس، هو رخيص عن تحت يعني. طبعا بيعملوا ديسكاونت مقارنة يعني. انا كنت اسمع الاسعار دايما من زمايلي مقارنة، وحتى لما كان في مثلا حد من زمايلي صاحبه مثلا بيتجوز بيعمل حاجة وعايز مثلا يوجب معاه الكلام ده، فكان ياخد له من عندنا، هنا عندنا ارخص يعني. بيتجوز ياخد له من عندنا ارخص يعني. لا والله برضو فيهم الخير. طيب انت شفت بنفسك ان قيادات من الوحدات او قيادات الوحدات العسكريه كانوا بيتعاطوا مخدرات؟ انا عندنا قائد الوحده عندي، وقائد الوحدات اللي جنبنا كان بيجي معانا، وقيادات الفوج اللي جنبنا كمان كان بتيجي معانا، كان بيجوا عندنا وكانوا بيجتمعوا مع قائد الوحده عندنا وكانوا بيدوا له مخدرات. القياده نفسها رتب ايه بالظبط بقى؟ العساكر اللي هي السيكه، انا اسف في اللفظ يعني، السيكه او المراسله او المتابعه ايا كانت اسمه يعني، او يحبوا يسموه عسكري سيكه. فكان هو اللي بيجي يعني يحكي يا باشا اعمل لك فنجان قهوه مع سياده العقيد، اعمل لك انا بعمل لهم قهوه محوجه، انا بعمل لهم كذا، بعمل لهم كذا. اقول له يا ابني ابعد عني. يعني كان قيادات الوحدات اللي هي بتبقى من عقيد وعميد، هي بتبقى موك العميد موك العقيد، وعندنا رئيس عمليات بياخد مثلا قيادة الوحدة لما يكون مثلا القائد الأول بتاع الفوج أو الوحدة مش موجود، هو بيبقى قائد. أوكي. بيبقى بالأقدمية. وانت شفت بنفسك وهو بيتعاطى مخدرات؟ أنا رئيس العمليات عندنا كان يوميا لازم الفنجان المحوج. ده محوج ببن برضو عادي ولا؟ لا مش محوج، لا محوج التاني يعني. كان ايه نوع المخدرات بتعرف؟ لا لا، بص انا اللي انا اعرفه اللي هما بيجيبوا حشيش وترمادول الحبوب عموما، بس انواعها والكلام ده انا بصراحه ماليش خبره فيه. ولا الحقيقه ما عنديش برضه. طيب ماشي. بسم الله ما شاء الله.
عشان كده احنا عارفين كويس قوي الجيش المصري بتاعنا قوي ازاي وقادر انه يواجه كل الجيوش العالمية بما فيها حتى الجيش الاسرائيلي. عندنا ضباط اقوياء وجنود اقوى منهم، عندنا مخدرات في الوحدات، عندنا افلام اباحية، عندنا افلام رأس بيشاهدوها المجندين والضباط بشبه اوامر من قيادات، مش اوامر ولكن شبه اوامر، بدليل ان هم ما بيوقفوش الحاجات اللي ملهاش اي علاقة بالعسكرية دي خالص وسايبينها تمشي. هننتقل النقطة الأخرى لما يقال بأن هناك رشاوي بتدفع أو بتقدم للجان التفتيش اللي بتيجي تعمل تفتيش على الوحدات العسكرية. إيه معلوماتك عن الكلام ده؟ أولاً حضرتك إحنا بيجينا تفتيشات بصفة دورية، بتجينا مثلاً من قيادة الجيش اللي إحنا تابعين له، سواء الجيش الثاني أو الثالث أو منطقة مركزية، منطقة شمالية أو منطقة جنوبية غربية، أي حاجة بتبعت برضو مجموعة من الضباط عندها بسمى باللجنة، بيبقى مجموعة من الضباط مكونة مثلاً من عميد، عقيد، ملازم أول شرف، نقيب شرف، موضوع يعني إيه، من مجموعة من الضباط بيجوا يفتشوا عن وحدتك، أو بيبقى تفتيش إدارة أو تفتيش سلاح خاص بالسلاح بتاعك، سواء كنت سلاح مركبات، مدرعات، مدفعية، غيره. بيجي لك حاجة اسمها تفتيش مثلا سلاح المدفعية، سلاح المدرعات، سلاح المركبات، بالطريقة دي بيجي لك التفتيش، او مثلا من قادة الجيش ما احنا قلنا، او بيجي لك من وزارة الدفاع. بيجي لك اللجنة دي بتبقى مشكلة من 8-9 ضباط مثلا باختلاف رتبهم زي ما احنا قلنا، وبيجي لك لجنة، فطبعا هم ما يقدروش يناموا مثلا في الاماكن اللي احنا بننام فيها، فبتبقى الرشاوي يعني عن طريق بتبقى شيك، عن طريق هدية يعني. لحظة معلش، ما بيقدروش يناموا في الاماكن اللي انتوا بتناموا فيها، وما بيفتشوا عليكم ازاي؟ لا ما هو لو في تم تفتيش اصلا ما كانش فيه رشاوي. احبائي المشاهدين، إلى هنا نكتفي بهذا القدر من لقائي مع آخر الرجال المحترمين في الجيش المصري، ونوعدكم بتكملة السؤال الخاص بفساد لجان التفتيش في الجيش في الحلقة الثالثة القادمة إن شاء الله. تحياتي لكم، حسين بدري.